واكيد بهالاجواء الميلاديه اللي دائما اكيد بنتمنى انه تعكس السلام والفرح على جميع المشاهدين، بنتابع معكم مشاهدينا لنوصل للقسم الاخير من حلقتنا لليوم، وبنستقبل استاذه الغناء الشرقي بجامعه روح القدس الكاثوليك والمغنيه ايضا كارلا رمي. اهلا وسهلا فيك كارلا. كارلا انت نشأتي ببيت فني من عمر 4 سنين، وايضا سجلتي اغاني خاصه فيك ودم توزيعها بلبنان واغلبيه الدول العربيه، وايضا نلتي جائزه وديع الصافي من جامعة روح القدس بالكاثوليك، ومثل كل سنة عندك احتفالات بعيد الميلاد، يا ريت تخبرينا أكثر عن احتفال هالسنة اللي راح يكون ب 21 الشهر. أول شيء ينعاد عليكم. وعليك يا رب. أكيد أنا عملت كثير كونسيرات بمناسبة عيد الميلاد، ولكن نهار الأربعاء راح بيكون عندي كونسير مع الأوركسترا الشرق عربية. هذا الكونسير ما رح يكون ميلادي بحت، رح يكون أغاني لبنانية. بيتضمن بالقسم الأول منه معزوفات لمؤلفين عرب من أعداد سامر حطوم. أكيد الكونسير الأوركسترا رح بتكون بقيادة المايسترو أندري حاج، والقسم الثاني يلي أنا رح كون عم بقدمه هو أغاني لبنانية، أغاني الحلوة يلي منحبها وتعودنا عليها وكل الناس تبقى متعطشة إنها تسمعها. مثل شو بدك تغني؟ رح أغني أكيد لفيروز صباح وديع الصافي. وهلا شو بدك تسمعينا؟ دغري على الوصف. اكيد شوقتينا. سمعكم شيء من اللي راح اقوله بالكونسير نهار الاربعاء؟ تقريبا كم اغنيه راح تقدمي؟ ست قطع. تفضلي، شو راح تختاري هلا تسمعينا؟ اختار شيء لوديع الصافي، لعيوني غريبه. تفضلي. اكيد كلنا سمع. يا 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 صوتي غريب، ضيعني حبيبي من حد قريب، ضيعني ولاني مرهون بيدي، ولا كلمة حكاني بعيني. قصتنا طويلة أولها عتاب، من الدنيا الغريبة كبرنا العذاب. أنا لولاك يا حبيبي ما تعلمت الهوى، أنا لولاك يا حبيبي ما عشنا سوا، لولاك يا حبيبي ما تعلمت الهوى، أنا لولاك يا حبيبي ما عشنا سوا. شكرا لك كارلا. هالاغنيه كثير صعبه على كل حال، الريبرتوار يلي مختارتيه لكبار لبنان، فتحيه لك ولروحهم اكيد. كارلا بعد في عم تحضري في كونسرتس غير هذا اللي في كونسرات لعيد الميلاد بمناسبه اكيد هيدا الزمن الحلو يلي بيكون اكيد جوله بكثير رعايا وبكثير مناطق لبنانيه، مثل ما كانت برعيه مرمرون ببيت الدين الاسبوع الماضي، واكيد بمدرسه رهبات الانطونيه بالنبطيه، وبعد عندها اكيد هلا كونسرات كثيره من هلا ليجي العيد، لانه هيدا الزمن اكيد بننطر تنكون عم نتشارك فيه من خلال الصلاه، من خلال انه نصلي اكثر مع الموجودين، وبزياده عن هيك رح يكون عندي ترتيله جديده بهيك الليله من كانون، رح تبلش اكيد تنسمع ابتداء من بكره. نعم. على الشاشات اول مره رح نسمعها، اول مره رح نسمعها اليوم عندكم بالبرنامج اليوم. هلا بدي اقول لك مش رح ننطر لبكره. لا اكيد هلا رح تمرق لاول مره من عندكم من البرنامج هذا الترتيله، اسمها بهيك الليله من كانون، من كلمات جورج خباز والحان بيي ميشيل رمي، بوجه له تحيه وبعيده،
ومن توزيع وتسجيل إلي حردان، وهلأ رح نشوفها لأول مرة بفيديو كليب. بس بدي أقول إنه هيدا الترتيلة رح تشاركني فيها بنتي الصغيرة سلينا، هلا عمرها رح نشوفها، هلا عمرها 5 سنين، هلا رح نشوفها كمان، رح نشوفها ونسمعها سوا. يلا الله يحميلك اياها يا رب. بدي اقول بس انه الكليب من اخراج ميشا رميا. وين صارت، وين صورت ولا مشاهد؟ بالبترون. كلها بالبترون صارت. كل التوفيق لك. كارلا رميا شكرا لك، كل سنه وانت بخير. ميرسي، وانا ناطرتكم بالكونسير اكيد نهار الاربعاء 21، لانه هيدي فرصه انه الناس يسمعوا اغاني هالقد من الزمن الحلو باوركسترا كثير كبيره وضخمه، ورح بيكون اكيد متناول كل الناس انه ينزلوا يحضروا هيدا العمل. نعد عليك وبصوتك وبادائك كمان كارلا رميا، نعد عليكي.